شهر شعبان، الأيام البيض. الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرا، وهي 13 و14 و15 من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لبياضها أجمع بضوء القمر، فإنه يطلع فيها أول الليل ولا يغيب حتى يطلع الفجر. من أعمال الليالي والأيام البيض في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان: الأول الصلاة وكيفيتها. يصلي في الليلة 13 ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة ياسين وتبارك الملك والتوحيد. وفي الليلة 14 مثلها 4 ركعات بسلامين، وفي الليلة 15 مثلها 6 ركعات يسلم بين كل ركعتين. فعن الصادق عليه السلام أنه من فعل ذلك حاز فضل هذه الأشهر الثلاثة وغفر له كل ذنب سوى الشرك. الثاني الصيام في الأيام البيض، سوى كونه واجبا في شهر رمضان. ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة بالغة الشرف، ومن عظيم بركاتها أنها ميلاد سلطان العصر وإمام الزمان، أرواحنا له الفداء، وقد ورد فيها أعمال منها: الغسل، فإنه يوجب تخفيف الذنوب. زيارة الحسين عليه السلام، وهي أفضل أعمال هذه الليلة. إحياؤها بالصلاة والدعاء والاستغفار. ومن الصلوات في هذه الليلة أن يصلي بعد العشاء ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وسورة التوحيد، فإذا سلم قال سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة، ثم يقول: يا من إليه ملجأ العباد في المهمات، إلى آخر الدعاء، ثم يسجد ويقول: يا رب 20 مرة، يا الله 7 مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله 7 مرات، ما شاء الله 10 مرات، لا قوة إلا بالله 10 مرات، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويسأل حاجته. صلاة جعفر الطيار، صلاة 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد 100 مرة، فإذا فرغ قال: اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير، إلى آخر الدعاء. صلاة 100 ركعة، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد 10 مرات. ومن الأدعية والأذكار في هذه الليلة دعاء: اللهم بحق ليلتنا ومولودها، إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون. الصلوات التي يدعى بها عند الزوال في كل يوم: دعاء كوميل، ذكر الله سبحانه وتعالى بكل من هذه الأذكار 100 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السجدات والدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله.